الأقرب إلى قلب المواطن، الأسرع في نقل الحدث. الحقيقة الدولية. وسط حضور كبير شيعت الأسرة الأردنية عامة والرياضية خاصة جثمان المشجع الكروي يوسف أبو غالية من مسجد نزال الكبير في العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة إلى مقبرة سحاب الإسلامية. الفقيد أبو غالية أصيب برصاصة بعد أن حاول فك نزاع في مشاجرة بين عائلتين في منطقة جاوة جنوب عمان. المرحوم بإذن الله أبو غالية كان عضوا في رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم ورئيس رابطة مشجعي نادي الوحدات، وهو معروف بين أصحابه بصدق الكلمة وطيب التعامل، وقد بلغ من العمر 45 عاما. الله يرحمه. أبو غالية عرف بالمواقف والمشاعر الصادقة مع المنتخب الوطني وبالروح المرحة والقريبة من قلب كل من يعرف أبو غالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لكم الأجر ولنا إلى 700 ضعف. آمين يا رب العالمين. الحقيقة الدولية تعزي الشعب الأردني وأنصار الكرة والمنتخب الوطني بوفاة الشاب يوسف أبو غالية. إن لله وإنا إليه راجعون. الأقرب إلى قلب المواطن، الأسرع في نقل الحدث. الحقيقة الدولية.